لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. هذا طفل أو هذا تلميذ. صورة أخرى. ماذا نقول؟ آدم. هذه تلميذة. شكرا. لأنها مؤنث. والأول ماذا؟ مذكر. هذا تلميذ، هذه تلميذة. ستظهر معنا صورة أخرى. واحد، احسبوا معي. واحد كم؟ اثنان. عندما يكون العدد اثنان ماذا نقول؟ طيب، هذان تلميذان. جيد، هذان تلميذان. أعد. طيب، هذان تلميذان. جيد، انتبهوا معي. عندما ننطقها نقول هذان، لكن لا تكتب بهذه الطريقة. هذان تلميذان. ماذا نسمي هنا؟ الريتاج المثنى المذكر. هذان تلميذان. ستظهر معنا صورة أخرى. احسبوا معي. واحد، واحدة، اثنان. ماذا نقول هنا؟ آدم. هذان تلميذتان. جيد جدا، صرف قزمي. هاتان تلميذتان. ماذا نعبر عن ماذا؟ هنا عبرنا عن ماذا؟ سجا مثنى مؤنث. جيد جدا. هاتان تلميذتان، قلنا انها تعبر عن المثنى المؤنث. نذهب إلى صورة أخرى. أحسبوا معي. واحد، كم العدد؟ ثلاثة. أصبح ثلاثة تلاميذ. كيف نعبر عنهم أو كيف نشير لهم؟ هؤلاء تلاميذ. العدد هنا كم؟ ثلاثة. سنشير إلى ثلاثة تلاميذ، وهو عبارة عن ماذا؟ هل هو مثنى؟ جمع. وكيف الجمع، مؤنث أم مذكر؟ إيمان، جمع ماذا؟ مذكر. جمعنا مذكر. الآن سيتغير الصورة. أحسبوا معي. هل هو مثنى؟ لا. هو ماذا؟ نعم، جمع. جيد جدا، صرف قزمين. هؤلاء تلميذات. عندي هنا جمع مؤنث. هؤلاء تلميذات. نذهب إلى مثال آخر. واحد. هل هو طفل أم طفلة؟ طفل. ظهرت هنا طفلة أخرى. كيف سنعبر عنها؟ سجى. هذا العدد اثنان. كيف رمزي؟ هذان تلميذان. صرف قزميكم. هذان تلميذان. هنا رغم أنه توجد طفلة معه، ولكن أقول هذان ولا نقول هذان تلميذتان، لأن المذكر دائما المذكر يغلب المؤنث. إذا نقول هذان تلميذان. مثال آخر. ماذا تلاحظ هنا؟ هذان طفلان. احسبوا معي.
ثلاثة فتيات، وعندما يأتي معهم طفل واحد ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ العدد هنا أربعة، هل هو مفرد أم هل هذا مفرد أم مثنى أم جمع؟ طيب، هذا أول شيء الجمع. عندما يكون جمع وعندي هنا عندي ثلاثة فتيات، وعندما يدخل معهم طفل واحد ماذا أقول؟ أميرة، هؤلاء ماذا؟ هل نقول فتيات أم أطفال؟ أطفال، جيد، لأن المذكر دائما ما يغلب المؤنث، ونقول هؤلاء أطفال. عندما أقول هؤلاء فتيات كم سيكون العدد؟ هل يكون واحد؟ لا. هل يكون اثنان؟ لا. هل يكون ثلاثة؟ لا. إذن العدد يكون ثلاثة، فما فوق هؤلاء فتيات؟ من يشير لها؟ من يشير لها؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ سيف، جيد جدا، هذه مدرستي وأحبها. قدم لي في التمارين خمسة أرقام، هي تسعة، واحد، خمسة، اثنان، ثلاثة، وطلب مني أن أشكل بها أربعة أعداد من اختياري باستعمال أو بمساعدة الجدول. الجدول مقسم إلى منزلتين، منزلة الوحدات ومنزلة الآلاف. منزلة الوحدات توجد فيها رتبة الأحاد أو الوحدات، العشرات، مئات. منزلة الآلاف فيها رتبتين تعرفنا عليها، هي الآلاف وعشرات الآلاف، توقفنا هنا. من يعطيني عددنا باستعمال الجدول أو بالاستعانة بالخمسة أرقام؟ مثلا سأضع لكم من اختياري أنا التسعة هنا. من يكمل لي على اختياره؟ مثلا سيف، اثنان. أين أضع؟ في الآلاف. في الآلاف وضعت الاثنان هنا. عائشة، خمس. رمز، الواحد. بقي رقم واحد، الثلاثة بقيت، سأضع هنا وسأقرأها أو سنكتب وبعد ذلك سنقرأ. من يعطيني مثالا آخر باستعمال هذه الأرقام؟ نعيم، أين أضع؟ أعطيني رقما آخر. ثلاث. أين أضع؟ هنا. نعم. ثلاث بالإضافة إلى أمين، خمس. بالإضافة دون تكرار الأرقام المستعملة. هاي عبد القادر، ثمانية. لا، باستعمال هذه الأرقام فقط. هاي عبد القادر، ثلاثة لا تكررها، استعملناها. هاي عبد القادر، اثنان، دائما لا نكرر. لجي، الواحد. ماذا بقي؟ بقيت ماذا إسحاق؟ تسعة. هذا العدد الأول وهذا العدد الثاني، بقي عددين. هاي تسعة. زكي، ثلاثة. رمزي، واحد. بقي واحد. شكلت أربعة أعداد مختلفة دون تكرار نفس الرقم في نفس العدد باستعمال خمسة أرقام. من يقرأ لي العدد الأول؟ من يقرأ لي هذا العدد الأول؟ سأساعده. عندي هنا منزلة الوحدات وهنا منزلة الآلاف،
سأقرأ منزلة الآلافية الأولى ثم أكمل منزلة الوحدات. هيا سجا بنتي ماذا أقرأ؟ 92,000. جيد جدا، أقرأ 92,000 لأنها في منزلة وحدها. 92,000 و 513 بالإضافة إلى العدد الثاني. ميرا 35,000. جيد، أقوم بتغطية منزلة الوحدات وأقرأ منزلة الآلاف وحدها. 35,000 و والضبط هذه سهلة جدا. و219. جيد، هنا العدد الثالث إسحاق 19,000. جيد، قرأت منزلة الآلاف وحدها 19,000. 19,000، 35,000، 92,000. أي من 19,000 و 19,000 و 253. جيد، من يقرأ الأخير؟ آدم 52,000. جيد، قرأت منزلة الآلاف وحدها 52,000 و 91,000. سأكتب مثالا واحدا، من يأتي ويكتب لي المثال؟ الأول آدم 92,513. هاي جيد جدا، صرخة سميعة. 92,513. بنفس الطريقة دائما 35,219.